لنا فترة كده كل يوم معانا أخبار عن أحمد حجازي وإن هو على رادار سبارتاك ولوكوموتيف موسكو، فرقتين من روسيا، وإن الفرقتين معجبين جدا بقدرات أحمد حجازي وإن هو لعيب مميز وماشي بشكل جيد جدا مع ويست برومتش ألبيون في الشامبيونشيب. السنة دي تحديدا تعرض لإصابة عطلته شوية بعد انتهاء منافسات بطولة الأمم الأفريقية مع مصر اللي كانت هنا في مصر، لكن هم معجبين جدا بإمكانياته على مدار الفترة اللي فاتت كلها والسنتين اللي فاتوا بخلاف السنة دي، ومهتمين بالتعاقد معاه. هل احمد حجازي هيوافق مثلا يروح يلعب في دوري زي الدوري الروسي؟ مش عارف، بس ارجع حجازي بقى هنا وخلاص، يعني تعال على الاهلي وخلاص، مفيش مشكله. موسكو يعني الدوري هناك في روسيا مش قوي قوي، يعني الناس مش طبعا هي الرغبه بتاعت اللاعب وهو حر، يعني هو ادرى بظروفه، لكن تمنياتنا احنا في الحقيقه يعني ان لعيب زي احمد حجازي ده يكون موجود في النادي الاهلي. هو اهلاوي وكان موجود في الاهلي ولعب سنتين واداهم بشكل ممتاز يعني. فهنشوف اللي هيحصل مع احمد حجازي خلال الفتره الجايه. حتى الان حجازي بيرغب في استمرار في اوروبا، لكن لو عروض زي دي مثلا الدوري الروسي ما اعتقدش ان ده ممكن يغري حجازي بالاستمرار في اوروبا، الا لو جاله عروض اخرى بقى من انديه كبيره او انديه على الاقل موجوده في الدوريات الخمسه الكبرى يعني في اوروبا يعني. طيب هل في معانا اخبار تانية؟ طب ناخد خبر